بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام في فيديو جديد بعنوان محاولات استغلال وانت بتجدد رخصة السيارة. فنصيحة أحبتي الكرام، لو ناوي ترخص عربيتك سواء جديدة أو تجديد ترخيص، كمل الفيديو ده عشان ما يتنصبش عليك عينك. بس قبل ما نكمل الفيديو كما تعودنا، ما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتشارك الفيديو لكل حبايبك، وما تنساش تدعمنا بلايك. تعالوا أحبتي الكرام نشوف خطوات، أو تعالوا نشوف لو عندك فحص إيه حتواجه. لو عندك فحص بعد ما هتخلص البصمة وتروح تخلص موضوع طفاية الحريق، اللي لازم هيحاول يبيع لك العبوة كبيرة اللي هي 2 كيلو لأنها أغلى من العبوة الواحد كيلو. لازم تصر على الكيلو اللي هي العبوة الكيلو لو عربيتك لغاية 1595 سي سي، أما لو كانت 1600 فما فوق فأنت طبعا فعلا ضروري محتاج العبوة اللي هي 2 كيلو، ودي بالنسبة لك أول عملية نصب هتواجهها في المرور. ولو اصر وقال لك ان لازم تاخد، روح للضابط اللي بيمضي الورق وقول له هيمضي لك بالاحمر خلف الايصال بطاريه، وهتاخد بطاريه كيلو. طب بعد ما هتشتري شنطه الاسعافات والمثلث هيبعتك للغرفه اللي جنبه، ودي تاني عمليه نصب. هنا هيقول لك انك لازم تشتري فيست لونها اخضر فسفوري واثنين شريط عاكس ضوء، ودي له ثمنهم 70 جنيه. اوعى تصدقوا لانه ده اختياري، يعني شنطة الاسعافات طبعا احنا عارفين انها هي اجباري، اما الفيست والفسفوري والتنين شريط عاكس دول ب70 جنيه ودول اختياري فانت مش محتاجهم. بعد كده هتلاقي شباب شيك واقفة قدامه لابسين فيست شيك كده، وهتلاقي واحد منهم بينادي عليك ويطلب منك الاوراق ويبص فيها، وهنا دي تالت عملية نصب. ليه؟ لانه هيقول لك روح هنا حضرتك للكشف على الموتور، وطبعا للأسف الناس بتصدق وبتاخد منك 150 جنيه وبيديلك فعلا ايصال بالمبلغ اللي هو اخده. خلي بالك ارفض لانه ده برضو اختيار، انت محتاج تعمل فحص على الموتور هتعمل، مش محتاج تعمل كشف، مش محتاج تعمل، ما تعملش. فاول ما تخلص كشف على الموتور هتتعرض على طول لعملية النصب الرابعة وانت لسه سخن. هيبعتك لزميله شاب تاني شيك برضو واقف جنبه ويقول لك حضرتك بعد كده هتروح تعمل كشف الاطارات، وده هيملى لك الاطارات هوا لو محتاجه، او حتى لو مش محتاجه اهم حاجه ياخد منك 50 جنيه ويديك برضو فعلا ايصال. ارفض لانه برضو ده اختياري، انت ممكن تظبط الهوا بتاعك ب2 جنيه انت وجاي من اي مكان. بعد كده هيستلمك شاب شيك مختلف خالص عن التنين اللي فاتوا ويقول لك دلوقتي حضرتك اتفضل، ده ايه هو ده؟ ده يا سيدي كتيب ارشادات وتعليمات قوانين المرور الجديد لسنة 2020 بس ب20 جنيه، وبرضه هياخده منك ويديك ايصال عادي. ودي عملية النصب الخامسة ارفض لانه برضه كتيب الارشادات ديتي اختياري، لو انت محتاجه فعلا خده، مش محتاجه خلاص. بعد ما تخلص اوراقك وخلاص، الموظف او الموظف اللي بيراجع اوراق الملف هيقول لك روح بس الخزنة ادفع 150 جنيه للاستيكر، واصلا الاستيكر مجانا مش محتاج ان انت تدفع 150. امال ال 150 ده هتدفعها ليه؟ لانه هنا دي عمليه النصب السادسه، لانه هتبعتك تدفع 150 جنيه دول مقابل اشتراكك في خدمه الانقاذ على طريق علشان ينقل عربيتك بالونش لو احتاجت لا قدر الله. ارفض لانه ده برضو اختيار. لو جمعت المبالغ دي كلها هتلاقيها تعدي ال 500 جنيه من كل مواطن بيجدد رخصته وبدون وجه حق، اعتقد انت اولى بيها. ده طبعا غير مبلغ تجديد الرخصة اصلا اللي هو اصلا فعلا حقيقي مفروض عليك، والفكرة في الاحترافية اللي هم الشباب دول اللي بيتكلموا بيها مع الناس، اللي هو بيديك احساس او انطباع انه شغال في المرور اصلا وهو ما شغالش في المرور، وانه بيقول لك الخطوة اللي بعد كده اللي لازم تعملها، بينما هم في الحقيقة عبارة عن شباب تابعين لشركة خدمات خاصة متفقة مع المرور لعرض خدماتها داخل حدود منطقة المرور، وليس لفرض خدماتها، لعرض الخدمات. لو انت محتاج الخدمات دي اوكي، مش محتاجها خلاص، انما هم بيهموك ان هم عاملين في المرور وانه الحاجات دي اجباري بما انه انت ما عندكش خلفيه، انما هم للاسف مش بيقولوا انهم خدمات اختياريه. للاسف في ناس كتير اتضحك عليهم، في ناس بيقدروا يرجعوا الفيست والكتيب لانه مازال موجود معاهم بعد ما يعرفوا، انما للاسف ما بيعرفوش يرجعوا الباقي سواء كشف على الموتور سواء اطارات سواء الباقي مش هتقدر ترجعهم.
يا ريت تبلغوا اصحابكم ومعارفكم واعملوا شير لو حبيتوا عشان ما يتنصبش عليكم لما تجدد رخصه. ده احبتي الكرام الفيديو اللي اتمنى ان شاء الله انه ينفع كتير. لو عندك اي زميل او اي صاحب عنده عربيه شير له، لو هيرخص شير له، خلي الناس كلها تعرف، خلي الناس كلها تتوعى، خلي كل واحد يعرف ايه ليه وايه عليه. احبتي الكرام، الى ان نلتقي بكم في فيديو اخر، نترككم في رعايه الله وامنه، لكم منا اجمل الامنيات والتحيات، دمتم في امان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نترككم في رعايه الله.